قبل أكثر من 100 سنة من اليوم أهدى لبنان ابن الأرز وبشري جبران خليل جبران إلى أمريكا وتحديداً نيويورك، ومنها انطلق إلى العالم. بعد 100 سنة لبنان عم يرجع يهدي أغلى ما عنده من قديسين شرب المخلوف ابن بقع كفرة وبشري إلى نيويورك والعالم. فيوم السبت 28 تشرين الأول 2017 الساعة 12 الظهر وعلى حيط أحد أهم كاتدرائيات أمريكا سانت باتريك رح ترتفع صورة القديس شربل لتزهر بالعالم قداسة وإيمان ونور وعجايب. داخل الكاتدرائية اللي بيزورها ملايين المؤمنين سنوياً حدث روحي لبناني ووطني عالمي، مزار للقديس شربل قدموه نبيل وأنطون السحناوي عن روح السيدة مي نبيل السحناوي. قصة المزار بلشت أول عام 2017 بحوار روحي دار بين السيد أنطون السحناوي ورئيس أساقفة نيويورك، وكان القديس شربل الشفيع المحور، وكان هم السحناوي كيف ينقل مر شربل إلى قلب نيويورك. العناية الإلهية جعلت أنه يكون بعد في جدار وحيد داخل سانت باتريك فارغ من دون أي مزار، وهيك صار وتم تسليم الإشراف على المشروع للمهندس ألان كويوم جيان لقاد النقاش الصعب مع المسؤولين الروحيين بأمريكا حول الهندسة والتصاميم، ووصل إلى أكثر من 25 تصميم إلى أن تمت الموافقة على التصميم الأخير. Toute l'équipe de composée de Marco, Giancarlo, etc. Nous nous sommes rendus sur place. Nous avons fait une étude rapide et partant de là, nous sommes partis sur une base qu'une image du sein ne suffirait pas. Le message pouvait être bien plus fort parce qu'en définitive, Saint Charbel représente le Liban. بعد نال الموافقة النهائية على التصميم، تم اختيار أهم العاملين بمجال الموزايك بإيطاليا بتوجيه من السيد نبيل الصحناوي اللي أصر على لبنانة المزار وعلى جعل أرز لبنان وجباله وبحره ودار عناية كما المحبسة بصلب المزار محيطين بصورة مر شربل مع ألوان بتعكس لبنان وطبيعته. أما أرضية الكابيلا فهي مشابهة لأرضية من الموزايك موجودة بالمتحف الوطني اللبناني وبتعود إلى القرن الثالث ميلادي. Abbiamo portato il mare, abbiamo portato la montagna innevata, abbiamo portato il cedro del Libano, abbiamo portato gli edifici religiosi, ma soprattutto il colore del Libano, che è un colore caldo. Nabil e Antoun Sehnaoui ont été très impliqués, ils ont donné de leur temps pour arriver à ce résultat qui portera haut et loin les couleurs du Liban. وحدة العناية الإلهية جعلت كمان أنه يكون في فراغ وراء الحيط اللي رسيت عليه الموزايك، مساحة صغيرة وسط الفراغ مخصصة للمؤمن لينفرد بالصلاة. وهيك خلال أقل من 6 أشهر متواصلين من العمل التنفيذي وصل الموزايك إلى نيويورك وبلش عمل فريق الموزايك الإيطالي على الأرض. مبادرة نبيل وأنطون السحناوي بإنشاء مزار القديس شربل بكاتدرائية سانت باتريك عن روح الراحلة مي شهاب السحناوي رح تجمع الملايين من لبنان والعالم حول شربل الراهب اللبناني لغمر العالم نور وإيمان. شربل ساعدنا، شربل أحمينا.